للحديث أكثر عن ظاهرات التصحر التي بدأت تنتشر في العراق وأثر ذلك على البيئة والاقتصاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. أهلا بك دكتور نظير. يعني بداية، لجنة الزراعة النيابية تحذر من اتجاه العراق نحو التصحر بسبب ضعف إجراءات الحكومة. بداية، هل الظاهرة جديدة لتحذر منها لجنة الزراعة النيابية؟ تفضل. شكرا عزيزي. اهلا، شكرا على الاستضافه. بالحقيقه هذه الظاهره مو جديده، يعني احنا نبهنا عليها وغيري من الباحثين من قبل اكثر من 15 سنه. لانه نتيجه التغير المناخي بدات كميات الامطار تقل مع الزمن، واحنا اجرينا دراسات عديده على وسط العراق وشرق وشمال وجنوب العراق، يعني كل المناطق العراقيه. كل التوقعات تشيد انه الى سنه 2099 ستستمر كميات الامطار بالتناقص، علما بانه في بعض السنين تكون هناك فترات قصيره فيها هطول امطار كبير مثل ما صار قبل كم سنه، وتحدث سيول وفيضانات. فهذه الظاهره مو جديده، فلذلك نلاحظ انه دول الجوار تعرف ايضا بهذا الشيء، فلذلك بدأوا يسارعون بإنشاء المشاريع الإرضائية حتى يأمنون الأمن المائي بالنسبة لهم. طبعا هذا الأمر إذا استمر بدون علاج راح تتحول مئات وألوف الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية إلى أراضي صحراوية. طبعا هذا عدد النقصان في كميات الأمطار الهائلة. نلاحظ انه ايضا المشاريع الارضائيه التي تقيمها دول الجوار حتى تحافظ على امن المائي ستؤثر ايضا سلبا على الاراضي الزراعيه في العراق. يعني مثلا سد اليسو والجزره، اذا تم بناء الجزره حسب حساباتنا 700 الف هكتار من الاراضي الزراعيه على حوض دجله راح تتحول الى اراضي صحراويه. طبعا هذا راح ياثر على البيئه بشكل كبير جدا وعلى الاقتصاد في العراق بشكل سلبي مع الاسف. نعم دكتور نظير، يعني حبذا لو زودتنا بشيء من المعلومات بحسب متابعتكم للاسباب التي تقف وراء ظاهره التصحر في العراق. هي مو بس العراق للعلم، يعني منطقه الهلال الخطيب او ما كان يسمى بالهلال الخطيب بدات بالاندثار من قبل 32 سنة حسب الأبحاث والدراسات والسجلات المطرية وغيرها. ليش؟ لأنه منطقة الشرق الأوسط تتأثر بالتغير المناخ في شمال الأطلسي، هذه مثبتة الدراسات. نعم، حبذا لو تطلعنا على الأسباب الخاصة بالعراق دكتور. أي هو هذه مو العراق، هو جزء من الشرق الأوسط يعني. زين، فلذلك منطقة الهلال الخطيب هذه كلها تأثرت بالتغير المناخي، وكل الدراسات أيضا تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وبالذات حوضي دجلة والفرات هذه أكثر تأثرا من غيرها بالتغير المناخي، يعني درجات الحرارة تزداد عندنا أكثر من أي مكان بالعالم حسب السجلات الموجودة، إضافة إلى أنه النقصان في كميات الأمطار أكثر من غيرنا. فهذه الأسباب الرئيسية لظاهرة التصحر في العراق. نعم دكتور نظير، إلى أي مدى ترى أن إهمال الحكومة من جهة وسكوتها عن حصة العراق المشروعة في المياه التي تستغلها إيران، إلى أي مدى ترى أن هذا من الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة، ظاهرة التصحر؟ طبعا مثل ما تفضلت قبل شوية، يعني تكلمت عن هذا الموضوع. نعم. أنه دول الجوار سواء تركيا أو إيران هي تعرف على ظاهرة التغير المناخي ونتائجها، فلذلك بدأوا يسرعون في بناء السدود والمشاريع الإرضائية، وإيران حولت أصلا قسم من الأنهار بصورة كاملة مياهها لداخل إيران مثل الكرخة والكارون. زين، وهسه ديالة تقريبا تصريف صفر بديالة، ونفس الشيء الزاد الأسفل. فعلما بانه للعلم والاطلاع هناك معاهده الجزائر فيها ملحقين تخص تقاسم المياه وتشاطرها،
لكن إيران طبعاً تستغل الوضع في العراق حالياً وتركيا نفس الشيء. طيب ماذا عن الآثار دكتور؟ ماذا عن الآثار التي ستترتب إذا ما زادت ظاهرة التصحر في العراق؟ يعني حبيبي الآثار معروفة، يعني أنت من تقطع المي على نهر ديالة مثلاً شو تتوقع؟ كل البساتين والأراضي الزراعية راح تموت وتتحول إلى صحراء. عدا التأثير على السكان، يعني السكان ما راح يعيشون بمنطقة صحراوية، يعني راح تصير عندنا مشاكل بيئية وسكانية أيضا. هاي أخرها طبعا. من ستوكهولم كنت معنا عبر الهاتف المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لك.